تعتبر حالك تحت الإقامة الجبرية يا أبو ريان لحتى نكفي التحقيق بمقتل المقدم فيصل. خلي واحد من زلم أبو هذا يشيل عني جريمة قتل فيصل وياخذ مني بوزنه تعب. قررت المحكمة إعادة فتح ملف التحقيق بمقتل المغدور ريان حكم الصياد. كسر عظم بالحلقة ما قبل الأخيرة الأحد بعد الأخبار على الـ LBCI.